رؤساء الجهه على هذه الاستضافه. دونك هذه المناسبه يعني ديال اللي نظمها يعني مركز ديال تحقن الدم بشراكه مع جمعيه الخير وبيان سور يعني بمشاركه ديال السلطه المحليه، وجيت كنساهم فيها بصفتي كرئيس جماعه يعني مع المواطنين كنساهموا في هذا سميتو اعطاء هذه الماده الحيويه اللي هي الدم، اللي يعني في يعني المراكز ديالنا الوطنيه في امس الحاجه لها، وهذا واجب ديالنا واجب ديال المغاربه. وهنا كيتبتوا المغاربه ديما يعني التعاون ديالهم والتضامن ديالهم في ما كيحتاج الوطن اي حاجه لهم المغاربه الا وكيتجندوا وتيكونوا جنود مجندين. وحنا اليوم جينا باش نساهموا يعني مع الاخوان هنايا لهذه الماده ديال الدم اللي كيحتاجوها المرضى ديالنا، فهمتيني، ونطلبوا الله التوفيق. وتنشكركم وكنشكروا كل من ساهم من قريب او من بعيد في هذا. رئيس مؤسسه الخير للعمل الاجتماعي والتطوعي، بالنسبه لهذا النشاط هذا اللي تنظم بالتعاون مع المركز الجهوي لتحقن الدم والسلطه المحليه باشراف المؤسسه ديالنا، تم تنظيم هذه العمليه ديال التبرع بالدم نظرا للحاجه الملحه لهذه الماده خصوصا في هذه الفتره ديال كوفيد 19. فارتأت الجمعيه والسلطه المحليه باش ينسقوا مع المركز الجهوي لتحقن الدم لتنظيم هذه الحمله. الحمد لله هذه الحمله تسير بشكل جيد، انطلقت البارح 1 يونيو واليوم ان شاء الله نقدروا نزيدوا حتى غدا. الان وصلنا واحد البارح 104 ديال 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 الناس اللي تبرعوا بالدم من اصل 134 اللي جاوا. دونك 30 كانت يا اما امراض يا اما تيرضعوا يا اما هذه 104. اليوم ثاني وصلنا دابا واحد 35، بدينا في لابخي ميدي وصلنا 35 الحمد لله. كما كتشوفوا راه الامور غاديه مزيان، نتمنوا اننا نوصلوا واحد 200 ولا 300 ان شاء الله ديال المتبرعين بالدم، واننا نلبيوا ولو جزئيا الطلب اللي كيوقفوا عليه المرضى سواء المستشفيات او الطلب ديال المركز الجهوي لتحقن الدم.